السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. حلقتنا اليوم غتبدا من اللي غادي يكون واحد العمال النظافة جايين كيف العادة مع الصباح بكري باش يخويو واحد الطارو ديال الزبل كبير، يخويو في واحد الكمية ديال الزبل، وهما خدامين كيلفت الانظار ديالهم واحد 4 ديال الكراطن تقالين وملفوفين بواحد السكوتشا وتقالين بزاف. هنا يتشوشوا هاد العمال ديال النظافة وشكوا فيهم، قلبوهم. واحد من العمال بدا كيقلب فيهم، حيد سكوتش على الكرتونه الاولى او يتبان ليه اطراف بشريه، تخلع رمى هذاك الشيء كما هو وعلم الاصدقاء ديالو ووقفوا الخدمه ومشاو كيجريو وعلموا البوليس. البوليس انتقلوا معهم لعين المكان مطرح النفايات، جاو كيعاينوا هذيك الكراطن كيلقاو فيهم فعلا نيت اطراف بشريه، يعني جثه مقطعه ومرميه تمايا. هزوهم ودوهم المستودع البلدي للاموات. تما الطبيب الشرعي كيقول لهم هذه جثه ديال راجل في الخمسينات من العمر ديالو ويلاه مقتول تقريبا غير واحد 10 السوايع 9 السوايع بحال ما هكا، يعني ماشي مده طويله بزاف. لهذا قدروا البوليس انهم يهزوا البصمات ديالو وغادي يحدوا الهويه ديالو شكون هو. هي هذيك البوليس ملي حدوا الهويه ديالو كيتضح الامر ان الاسم ديالو رشيد وماشي من هذه المدينه وانما من مدينه اخرى، مدينة أخرى، مدينة كبيرة. المهم مشاو ليه العنوان ديالو، مشاو ليه العنوان ديالو، لقاو السيد ساكن في واحد الفيلا فاخرة على ما يبدو أنه رجل غني. من بعد ما تحراو الاسم ديالو البوليس هذاك الشيء كيلقاو فعلا نيت هو رجل غني، يعني السيد رجل أعمال وعندو الوزينات وعندو يعني رجل لاباس عليه بزاف. المهم كيدقو في الفيلا ديالو، خرجات واحد المرأة سولوها واش كيسكن هنايا رشيد فلان فلاني، قالت لهم أي سيدي هنايا. انت شكون كلاله؟ قالت لي انا مراته، اسميتك سعيده مزيان، راجلك امتى مشيش اخر مره؟ قالت لي راجلي مسافر. في مسافر لمدينه فلان فلانيه، هي نفس المدينه اللي لقاو فيها الجثه ديالو مرميه في هذاك المطرح نفايس. مزيان راجلك لاله لقيناه مقتول، مقتول ومرمي جثه حامده ومقطع في طارود السبل. تخلعت المراه وبقات كتبكي وتحيح، وخرجوا شي ولادها، عدا واحد جوج ولاد منو باقين شويه مراهقين نوعا ما، خرجوا تاهما ياش كاين ما كاين، عرفوا باهم تقتل بهذيك الطريقه البشعه، بداو كيبكيو تمايا، صبروها البوليس وداوها الكوميساريه باش يحقوا معاه مزيان في هاد لافير هادي. هي هاديك البوليس غادي يوسعوا دائره التحقيق ديالهم وغادي يبحثوا مزيان مع المراه. قالت لي ما سيدي راجلي كان رجل اعمال عنده جوج وزينات، واحد كيقابل هو بصفة شخصية وواحد مقابله أنا يعني على مراته. مزيان وقولينا لالا علاقتك بيه كي دايرة؟ علاقتي معاه مزيانة، راجلي كان الله عمرها دار، وين يعمل الرجل ما مخليني محصني حتى حاجة، حتى حاجة ما مضيعني فيها أولا كيعايرني أولا كيخونني ماشي وحدة. السيد وين يعمل الرجل هذا اللي قتلو بهذه الطريقة؟ الله ياخذ فيه الحق. هنا البوليس ما عرفوش فين تقتل، واش قتل في هذه المدينة ومشاور موتم، واش كان هو في هذيك المدينه فعلا نيت على حساب الاقوال ديال مراته وكان في شي صحراء مشبوهه وقتلوه ورماه تم، شكون اللي غادي يكون قتلو؟ شكون اللي غادي يكون حاقد عليه؟ اولا كيتسالو شي واحد اولا باغي ينتقم منه على شي حاجه؟ عياهم يبحثوا والو ما وصلوا فين، بحثوا بزاف حتى مشاو للعائله ديالو، يعني العائله ديال رشيد هذا كان غير واحد خوه، خوه كان كبر منه ومزوج شي هوايه وهو مع هذيك المراه، يعني مراته كان مقابل هذا الوزين كما قالت المراه ديالو، هو مقبل الوزين والوزين الاخر مقبله مراته، ولكن مراته ما شاداش غير بوحدها، كان خوه الكبر منه حتى هو كيعاونها في الاداره ديالو، يعني بجوجهم هي ولوسها معاونينه في المقابله ديال هذاك الوزين. مزيان خوه اش كيقول؟ كيقول انا خويا الله يعمرها دار هو مزيان، هو الوحيد اللي لقيته وقف معايا من بعد ما درت فايت، لان خوه كان حتى هو عنده واحد الوزين ودار فايت وعلى حساب الاقوال ديالو والتصريحات ديالو، قال لي مخويا هو لقيته عاوني، جيت عندو وطلبته وكلفني بالمراقبة ديال الوزين الرفقة ديال الزوجة ديالو، وأنا مزوج عند وليداتي والله ياخد الحق في هذا اللي قتلو بهذه الطريقة هذه. قول لينا آخر مرة شتي إمتى؟ وآخر مرة شتو تقريبا نهار قبل ما يسافر لهذيك المدينة، نهار قبل ما يسافر، ما عمرو قال لك شي حاجة؟ شي حاجة أنه مخاصم مع شي واحد، أنه يعني شي واحد جا هدو على شي حاجة أولا عندو شي مشاكل في الخدمة؟ لا سيدي لا، ما عمرو قال لي شي حاجه
والخدمه كانت مزيانه وغادي مزيانه والارباح داخله، ما كاين حتى شي مشكل، حتى واحد ما كيتسالنا شي حاجه، حتى واحد ما عنده عندنا شي حاجه، امور كامله كانت مزيانه. الله ياخذ الحق في هذا اللي قتلو. صافي هنا البوليس صيفطوا مراته وصيفطوا خوه وصبروهم وعطاهم الجثه باش يدفنوها وياخذوا العزاء ديالهم. ولكن المشكله البوليس انهم ولاو كيدوروا في دائره مفرغه، ما شكون غادي يكون قتل السيد هذا؟ مراته ما عليها حتى حاجه، كانت في دارها مع ولادها على حساب الاقوال ديالها. خوه كان مع مراته وولاده، وشكون غادي يكون قتلو؟ بقاو كيبحثوا البوليس والو ما فهموش حتى حاجه. داروا واحد البحث محيطي، يعني فين كيسكن هاد رشيد هذا الرفقه ديال الزوج ديالو في ديك الفيلا. سول العساس تاع ديك الساس تاع الفيلا، سول الكارديان تاع الدرب، سول الجيران، والو. كلشي كان كيقول بان هاد رشيد الله يرحمه كان راجل مزيان، هو ومراته كانوا نعمة الزوجين، ما عمرهم تخاصموا، ما عمرهم تناقشوا، وما كان بيناتهم لا مشاكل لا حاجه. لا ربما قالوا البوليس يكونوا بيناتهم شي مشاكل، او لقى مراته كتخونو لهذا هي زربات عليه صفاتها ليه، او لا هو حصل عليه شي حاجه، المهم شي حاجه، المهم شي حاجه بحال ما هكا. والو واش لقاو شي حاجه؟ كلشي كان كيشكر هذاك رشيد ويشكر المعامله ديالو مع مراته ويشكر مراته ويشكر خوه، عائله مثاليه تقريبا. والو كما قلنا ما لقاو حتى حاجه. هنايا داك الضباط اللي شادين هذا الملف هذا، لانه هما جايين من هذيك المدينه اللي تلقات فيها الجثه، وجايين كيقلبوا في هذه المدينه اللي ساكنين فيها. رجعوا للعين المكان، رجعوا تما وريحوا، داروا واحد الاجتماع وبداو كيفكروا. قالوا دابا هاد القضيه هادي عندنا راه غريبه شيئا ما، هاي جو تلقيناها في مطرح النفايات مقطعه بالطريقه البشعه. مزيان، فين تكون تقتلات؟ واش هنا في هاد المدينه او المدينه فين ساكن هاد رشيد مع مراته؟ بزاف تاع السيناريوهات. تقدر تكون هاد الجثه ديال رشيد تقتلات في مدينته وجابوها لاحو هنا، او لا هو فعلا نيت جا هنا على حساب الروايه ديال مراته قتلوه شي وحدين، او لا غير تلقاو ليه شي وحدين صدفه وقتلوه. يقدر يكون هو ما جاش اصلا، مسافر ما والو، الله اعلم. المهم البوليس ما فهم والو، اللي حتى واحد الضابط كان ذكي تبارك الله معاهم في ديك الفرقه، واش يمشي يدير؟ مشى للبلاصه فين تلقات الجثه، يعني هذاك مطرح النفايات، مشى تم وبقى كيقلب مزيان، كيقلب غير بوحدو رفقه واحد جوج عناصر امنيه غير سيفيل، كيقلبوا غير بعينيهم، كيدوروا تمايا وكيعاينوا المكان. اشنو كيلقاو؟ كيلقاو بان هذاك مطرح النفايات اللي تلقات فيه الجثه مقطع في كراطن، كيلقاو جا مطرف خارج المدينه شيئا ما، يعني خارج واحد شوي، وغير معزول. هذاك طارو الزبل كان معزول، وحداش حدا واحد بحال قلتي حي صناعي، حدا الشركات، ولكن بعاد عليه شويه. هذاك مطرح النفايات كيشوف في الشركات، غالبيه الازبال كيكون في هذاك مطرح النفايات غير ديال القمامه ديال هذوك الشركات، غير كراطان اسلاك، يعني شي تخربيقات بحال ما هكا، ما كاينش قمامه منزليه. هنايا تال انتباه ديال الضابط واحد القضيه، قال مادام هذا المطرح النفايات خاص غير بهاد الشركات، هز عينو بقى كيشوف فيهم، كيشوف هذوك الشركه، كيشوف هذه، يشوف هذه، ويلفت الانتباه ديال واحد القضيه، واحد الكاميرا ديال واحد الشركه اون فاس مع هذيك مطرح النفايات، يعني ما بعيش بزاف هذا اللي لاح الكراطن، او لا هادو اللي لاحوا الكراطن في مال الجثه غتكون شداتهم الكاميرا، كاميرا كتشوف هذيك المطرح نيشان. هو يمشي ليها، مشى دق على العساس، خرج ليه، قدم ليه نفسه انه ضابط شرطه وانه كيبحث في واحد الملف. قال لي تفضل اسيدي، قال لي بغي نهضر مع المدير. استدعاو ليه المدير، جا شرح لي طبيعه الموقف ديالو، انه علاش كيقلب، وانه ضروري خاصو يشوف هذيك الكاميرا، يعني التسجيلات تاع الكاميرا. صافي هذاك المدير سمح لي انه يشوف التسجيلات تاع الكاميرا. لحسن الحظ الضابط لقى هذيك الكاميرا خدامه، ما لقاهاش غير ديكور كيما كديرو شحال من واحد، المهم لقاها خدامه وكتسجل وامرش. هذاك الضابط غادي يقول لهذاك السيد اللي شاد الكاميرا، غايقول لي شوف الله يجزيك بخير، غير تعطيني 12 ساعة قبل من هاد التاريخ هذا، 12 ساعة قبل من اكتشاف هذيك الجثة من طرف عمال النظافة. قال لي صافي، بقى كيقلب، هما يشدوا هذاك التاريخ اللي قال لهم الضابط، شدوه وبقاو حاضرين الفيديو. ها هو الفيديو خدام، اللي حتى وصلوا الموعد اللي باغين همايا، واللقطة اللي باغين همايا. وكما قلنا، أولا باقي ما قلناش، هاد الجريمة هذه وقعت في الصيف،
ومع الصباح بكري، والصباح بكري راكم عارفين مع الصيف كيكون الضوء يعني ديال النهار او شي حاجه كيكون بين كيبان الاشخاص يبانوا الطوموبيلات، ولو مع الصباح بكري الكاميرا شدات مع الصباح بكري مع جويه تقريبا هذيك الساعه ونص تاع الصباح بحال ما هكاك، شدات واحد الطوموبيل جات ونزلوا منها واحد جوج راجل ومرأة، الطوموبيل بين الماتريكيل ديالها وبين هذاك الراجل وبين هذيك المرأة، الملامح ديالهم كانوا واضحين لأن الكاميرا جبداتهم مزيان، ونزلوا وحلوا المال ديال الطوموبيل وجبدوا من هذوك الكراطن اللي كانوا ربعة ديال الكراطن، جبدوهم ورماهم في هذيك طارو تاع الزبل وسدوا المال وطلعوا ولادوا بالفرار. صافي هنايا القضية توضحات والضابط شاف شكون اللي رمى هذوك الكراطن، شكون غادي يكون؟ تقدر تقولوا لي شكون اللي غادي يكون في لي كومونتير؟ هذا الراجل ومراه هضروا معاهم البوليس من خلال التحقيقات. المهم الضابط خد هذا التسجيل ديال الكاميرا ورجع للكوميسارية، صافي علم المسؤولين ديالو وانتقلوا على الفور من بعد ما شعروا النيابة العامة ومشاو يشدوا هذوك اللي بانوا في الكاميرا، مشاو يلقاو عليهم القبض. هما شكون اللي جاو رماهم هذوك الكراطن من خلال الطوموبيل ديالهم؟ هي مراته واخوه. صافي هنايا ملي لقاو عليه من القبض البوليس قالوا ليهم شوفوا نتوما راه معلكم فين تهربوا، انت مراته وانت اخوه، نتوما اللي قتلتوا رشيد الله يرحمه، غير اعترفوا احسن لكم. علاش درتوا هادشي هذا وكيفاش قتلتوه وشنو هي الدافع ديال الجريمه؟ اعترفوا احسن لكم. هذاك الاخ ديال رشيد نكر في الاول وحاول انه يداك عليهم وقال لهم انا ما يمكنش لي نقتل خويا وهذاك خويا وما يمكنش لكم انكم تهموني بهذا الاتهام الخطير، وهذاك كان معايا مزيان الله يعقل الاتهام يكون ضدي انا. ونفس الشيء بالنسبه للمراه حتى هي نكرات وجمعات صوات وقالت لهم ماشي انا ما يمكنش لي ندير هذه الجريمه الخيبه بزاف حق راجلي لذيذ بوات ولادي، ما يمكنش لي هذا الشيء، هذا غير اتهام باطل لا اساس له من الصحه. صافي هنا البوليس قالوا لي صافي بغيتوا تعرفوا احنا نوريكم واحد الحاجه، جابوا الفيديو ديال الكاميرا قالوا لي ما انتم تفرجوا واش هذه انت دوي انت ولا لا، وهذا واش انت ولا لا، هذه طوموبيلتك ولا ماتريكيل كذا كذا، هذه طوموبيلتك ولا حنا تحرينا، هذه طوموبيلتك السي فلان. صافي هنايا حضروا راسهم ولاو غير يدوروا في عينيهم ما لقاو ما يقولوا. صافي شنو يقولوا؟ بدات المراه هي اللي اعترفات، مراته سعيده اعترفات بالجريمه ديالها وان هذا خونا يعني خوه هو اللي عاونها فيه. الرجل القصه من الاول باش نعرفوا علاش قتلاتو. هذه المراه سعيده كانت بنت في الاول عندها شي 18 عام، 18 عام تزوجات، كانت هي الوحيده عند والديها امها وبوها، ناس فقراء ضعفاء على قد الحال ما عندهمش، تزوجات واحد الراجل، ساعد الراجل هذا ما طولاش معاه بزاف، ضربات معاه عام وطلقات وجات ريحات في الدار، ملي ريحات في الدار كانت ما والده ما والو معاه. المهم ما كتعرفش، قالت انا ما كاينش علاش نعاون نتزوج، صافي تزوج المره الاولى بقاش نعاون نتزوج. خرجت كتخدم، كتخدم هنا 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 اللي حتى تعرفات على واحد البنت، البنت كانت مزوجه وبراجلها ونوعا ما ناس لاباس عليهم شويه، يعني ناس لاباس عليهم ماشي بحال العائله تاع سعيده، صاحبات معاها وعرفاتها انها مطلقه ومباركه في الدار وخدامه على والديها، قالت لها اجي بعدا سعيده انت مازال صغيره وزوينه علاش ما تفكرش تعاودي تزوجي؟ قلت لها صافي انا الزواج حقدت عليه ملي صافي طلقت، ما كاين لاش دابا انا خدام على راسي وعلى والدي صافي. قلت لها راه واحد صاحب راجلي راه عنده واحد الوزين راه لاباس عليه، عنده وزين وعنده دارو ما خاصو حتى حاجه وراه باغي يتزوج، وانت راكي زوينه والا قالها لي راجلي راجلي راه كيثيق فيه، الا قالها ليه ما غاديش يخيب ليه ونقدروا نلاقوكم في الحلال. قلت لها دبي راسك ديري اللي بغيتي، المهم انا ما كنفكرش في الزواج وصافي. بحال قالت لها شوفيه وصافي. المهم مشات قالت الراجل هذيك صاحبتها وقال قالها الرشيد، هذا راجلها كان صاحب مع رشيد اللي غيتزوج بها سعيده، قالها الرشيد قال لي هذاك رشيد قال لي صافي اللي كانت بنت زوينه ومؤدبه ومخلقه واخا مطلقه ما عنديش مشكل، المهم تكون غير بنت الناس وكتعرف ما بينها وبين الله ومخلقه وكذا كذا صافي. لاقاوهم هذاك رشيد عجباتو هاد سعيده، وسعيده تا هي نقولو عجبها هذاك رشيد، تفاهموا على الزواج، شرحت لي الظروف ديالها انها مطلقه وما تفاهمش مع الراجل الاولاني، قال لها هادشي ما كيهمنيش، المهم انا اللي كيهمني هو اللي جاي بيني وبينك وتزوج بها. اداها سكنها في واحد الدار كبيره، كان هذيك الساعه ما دارش الفيلا، المهم سكنها في هذيك الدار
وشري ليها طوموبيل بعد ما دوز ليها بيرمي، شري ليها الذهب، شري ليها الحوايج، اي حاجه بغاتها كيديرها ليها، ولد معها وليدات. المشروع ديالو هو تزاد كبر، دار وزين اخر، هذاك الوزير الاخر من وراه دار هاد الفيلا اللي ساكن فيها دابا، من ورا المشاريع كسروا وكبروا عنده بزاف، هو ولا مقابل واحد الوزين، وزين عطاه له هي تقابلو باش عرفوا الثقه اللي كندير فيها، عطاه له هي تقابلو هذا الوزين هذا، هي ولات مقابله وزين بطبيعه الحال، هي عارفه هذه الخدمه ولات فاهمه منه لانه شرح لها بزاف طبيعه الخدمه ديالو، ولا مدخله في كل شيء ديالو، هي مقابله شركه، هو مقابل شركه، هو المشرف العام بطبيعه الحال. هنا في هذه الاثناء هذاك خوه كان مزوج ديجا، خوه كبر منه، هذا اللي كنهضروا عليه راه كبر منه، كان مزوج ولكن علاقته بمراته ما كانش هي هذيك، ديما الصداع والغواس والمشاكل، وخا والد مع الولاد، كان عنده واحد البروجي وهذاك البروجي فشل لانه اصلا فاشل ذاك خونا. المهم جا عند خوه وقال لي المشروع ديالي راه فشل ودابا راني خاصني نشل الفلوس باش نعاود من جديد، الله يجزيك بخير اللي معاوني. قال لي شوف انا باش نقول لك راه غنعاونك في شي مشروع ولا شي حاجه ما نكذبش عليك، ولكن نقول لك هذا الوزين ديالي راه مقابله المرة ديالي، سير عاونها فيه وغندير لكم واحد الصالير، وإلا طورتوا المشروع ديالكم كثر وكثر، يعني الشركه طورتوها ونميتوها، غندير لكم واحد الهامش على الربح. قال لي مرحبا الله يجزيك بخير. جابوا لقاه مع مراته، مراته كتعرفوا راه لوسا هذاك، ولكن ملي ولا خدام معاه في نفس الشركه ولا بجوج مقابلين الشركه، العلاقه ديالهم طورات كثر وكثر. وهنا لاش كنرجعوا كنرجعوا للثقه، الثقه ما خاصهاش تكون، شو هذا الراجل تاق في خوه وتاق في مراته ولاقاهم بلا ما يشعر. المهم ملي تلاقاو في ديك الشركه العلاقه ديالهم توطات كثر وكثر، ولاو كيتلاقاو بزاف، يجمعوا بزاف، يجتمعوا بزاف، هنا هنا هنا، يسافروا بجوج، يمشيو هنا يمشيو هنا، العلاقه ديالهم كثرات نهار على خوه اللي حتى داروا بيناتهم واحد العلاقه. هذاك خونا كان مخص مع مراته ولا كيشكي ليها، كيقول لها مراتي كذا كذا ما عنديش معاها، وشي نهار اليوم ولا غدا نطلقها، حتى هي كتقول لي غير صبر في الاول، ولكن في الاخر ولات كتقول لي طلقها ما عندك ما دير بها. صافي شويه علاقتهم طورات بزاف ومشات لابعد الحدود، كثر من داكشي اللي كنتو كتخيلوا، لدرجه انهم تكتموا على العلاقه ديالهم تقريبا واحد 7 سنين. 7 سنين هما على علاقه، وتا واحد ما جايب الدنيا اخبار، تا واحد كيدخل عند الفيلا ملي ما كيكونش راجلها، وكل شيء قدام الخدامات قدام العساس قدام كل شيء، هذاك شكون؟ هذاك خو الراجل، وهذاك راه يعني تقريبا بحال شريك معاه في الشركه، بيناتهم الخدمه حتى واحد ما كيدي ما يجيب، كيسافر وياها بعض المرات، كيقول لي اودي اخويا راه غادي نمشي نسافر المدينه فلان فلاني على واش شي صفقه ولا شي حاجه، كتسلس هي من وراه وكتبعوا لهذيك المدينه، وكيبقاو تما واحد اليومين وثلاث ايام وكيجيو، هو ما جايب الدنيا اخبار. المهم بزاف تاع الحوايج داروا فلوس ومشاريعهم كثرات نهار على خوه. هنايا المراه بقى معاها كثر وكثر، صاحبي ما بقاش كتبغي هذاك الراجل ولا كتبغي خوه وخاصها تزوج به. قالت لي واحد النهار شوف حنا خاصنا نتزوجوا خاصنا نديروا شي حل. قال لي كيفاش الحل؟ قالت لي المهم انا خاصني نطلق من راجلي وانت تطلق هذيك المراه ونمشيو نتزوجوا. قال لي لا انا عندي لك حل احسن منهم. قالت لي اما هو؟ قال لي انا غنطلق هذيك المراه ما عندي ما ندير بها وغنتزوج بك. وراجلي قالت لي هذيك سعيده، قال لها الله يرحمه راجلك، كيفاش؟ غنقتلوه نصفيه ليه وكي نديروا ليه؟ انا غادي نقول لك الخطه اللي غنديروا ليه، هو اللي طيح على الخطه. شناهي الخطه؟ في الصيف جا الصيف، وهاد خونا هاد رشيد هاد المقاول كانت عندو واحد الدار في هاد المدينة اللي لقاوه مقتول فيها، كانت عندو واحد الدار هاد المدينة سياحية، كانت عندو هاديك الدار كبيرة كبيرة ما شاء الله. جا عندو خوه قال لي شوف اخويا علاش حنا ما نمشيوش لهاد الويكاند هادي، علاش ما نمشيوش للدار عندك في هاديك المدينة، نمشيو ندوزو واحد اليومين ثلاث ايام ربع ايام، ندوزو شوية الوقت الصيف هذا وكذا كذا، انا نجيب مراتي وتجيب مراتك ونمشيو. قال لي صافي. بالنسبه للولاد قال لي هذاك خو قال لي اش ندير الولاد، ولادنا دابا راه كبارين كيعرفوا ما يديروا، غادي يبقاو في الفيلا تمايا الخدامه تيقابلو ما داكشي صافي خليهم، حنا نمشيو بعيالاتنا. قال لي صافي. وجد المسائل ديالو هذاك رشيد، ركب الطوموبيل ديالو وركب حداه مراته، شويه ويجي هذاك خوه جاب الطوموبيل وجا غير راسو، واخوه يقول ليه فين هي مراتك؟ قال لي مراتي راك عارفه فيها النقير وفيها الصداع، خاصمت معاه وخليتها تما، قلت لها والله مشيتي معايا نخليك بوحدك هنايا، هو راه غير بالعاني ما قال لا مراته ولا حتى حاجه. المهم هذاك ساك الطوموبيل هو مراته هو وسعيده ومشاو، الاخر تابعهم اللي حتى وصلوا للدار. وصلوا للدار دخلوا هاد الدار، هادي كان فيها الفوق والتحت، خوه هذاك الاخ ديال رشيد سكن لتحت يعني، اولا قام لتحت،
بينما راشد مع مراته طلعوا الفوق. تشاو مجموعين، هذاك خو راشد هبط لتحت باش ينعس، الاخر هو مراته راشد ومراته بقاو الفوق. بقاو الفوق هنا بقات تنعساتهم، اللي نعساتو هبطات كتسحب حلات الباب ودقات عليه قالت لي راه خونا راه نعس. طلعو طلعتو ادخل، ملي دخلو هو الراجل فاق، هذاك رشيد فاق، ولكن غير عيط ليها بقى غير في بيت النعاس. هو ضرك في الكوزينه داك خوه، دخلت عندو قال لها ما كنتي فين مشيتي؟ قالت لي لا لا مشيت هنا للحمام وجيت. قال لها صافي مزيان اجي طفي الضو ونسي. المهم نسيت اللي حتى خلاته نعس صافي، عرفات السيد صافي نعس وهي تنوض كتسحب، قالت لي خونا راه صافي مشى يعني نعس. هو يجي جا دخل شعل الضو، هو يدير واحد الوسادة وقج خوه، قجو قجو قجو، هي كتعاونو اللي حتى خانقو اللي حتى قطع فيه النفس ومات. صافي صفاها ليه، ملي صفاها ليه ما اكتفوش انهم غير يخليهم ميت تمايا، جبدوه حيدو ليه حويجو ودخلوه الحمام وقطعوه. جابوا الجناوة وجابوا المقعد وقطعوه مزيان وجابوا كراطن وداروهم في واحد البلاستيكات وداروهم في الكراطن وداروا سكوتشات وهزوهم في الطوموبيل ودوهم لهذيك البلاصه. خلاو مع الصباح بكري، مع الصباح بكري من تما غيضربوا الدار ويرجعوا للمدينه، ومشاو لهذيك المطرح النفايات اللي كان خارج المدينه ولاحوا من تمايا. هما ما عرفوش بان تمايا راه داك راه حي صناعي والشركات كتشوف في هذاك المطرح دايرين كاميرات تاع السيكيورتي ديالهم وداك الشيء. وعماهم الله صراحة الروح عزيزة عن الله مولاي بانت بهذه الطريقة هذه، عماهم الله ما انتابوش لهذوك الكاميرات. المهم رماهم تم ورجعوا وقالوا مع روسهم غادي تنسى القضية والتحقيق تاع البوليس سالي وصافي، يعني هذيك المرأة تسالي العدة ديالها ويتزوجوا مع بعضياتهم والآخر يطلق مراته ويمشيو يعيشوا في أمن وأمان وتوحل ما يدي ما يجيب، وهي تورث كل شيء والآخر يستافد معها. ولكن الخطة ديالهم باءت بالفشل وما داو حتى شي حاجة، داو غير اللعنة ودخلوا للسجن وتحكم عليهم بالمؤبد بجوج بيوم. ايوا هذه هي النهايه ديال الحلقه ديالنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.